أو ما بعد 9 ساعتنا حسب توقيت القدس المحتلة وتلفزيون الفجر، نذهب وإياكم لنتحدث ومجموعة من لاعبي العنابي جزء أصبحوا من المنتخب الأولمبي خلال المعسكر اللي تم استدعائهم أيضا ليكونوا ضمن المعسكر الداخلي. مزيد عن هذا العمل وهذه التدريبات وبالتأكيد ما يتعلق والواقع الرياضي ومستجدات العنابي مع المدير الفني لنادي ثقافي طول كرم السجد الكابتن محمود دراغمة. يسعد صباحك كابتن محمود. صباح الخير إليك ولمستمعينك ومشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا بك. يعني بداية كابتن محمود، أنت عملت مع نادي الثقافي خلال موسمين، مساعد مدرب في موسم ومدرب في الموسم الأخير. فعليا السؤال الأبرز وما يتعلق والإنجازات بالتأكيد والأعمال المتواصلة، هل هنالك نية للبقاء مع النادي إذا توجهت لك إدارة النادي ب أن تبقى متواجدا بعطائك ومسؤوليتك في الإدارة الفنية؟ بصراحة يعني أنا أعتبر ابن النادي الثقافي وجندي لهذا النادي، وفي اللحظة اللي يعني الإدارة بتشوف أنه محمود لازم يضل بضل وبيخدم هذا النادي، وهذا إشي مفخرة إلي إن شاء الله. ومثل ما حكيت إحنا سنتين اشتغلنا في النادي الثقافي، وأنا يعني بصراحة سواء أنا أو الإدارة أو المنظومة كاملة نعتبر بعض إنه إحنا من بعض، يعني ما يعني الأمور سهلة وبسيطة مش معقدة. فبالتالي أنا يعني بفتخر إني أكون على رأس الجهاز الفني إن شاء الله خلال الأيام القادمة. لحد الآن ما تم التواصل، إن شاء الله خلال الأيام القادمة يتم التواصل من خلال الإدارة. أيضا في حديثنا فيما يتعلق ومجموعة من لاعبي العنابي تم استدعائهم ليكونوا جزء من المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الداخلي، فعليا ومن خلال تجربتك مع نادي الثقافي وخاصة الاعتماد على أبناء النادي ورفع مجموعة من اللاعبين الصغار في النادي، ما مدى أهمية مثل هذه الخطوة؟ وهل كانت بالفعل مثل هذه الأفكار فكرة ناجحة على وانعكست إيجابا على سيرورة ومستوى العنابي؟ أكيد إحنا بداية الموسم يعني غمرنا في بعض اللاعبين أو نقول في الفريق كامل إنه شاركنا أبناء النادي وأبناء الفئات العمرية في دوري المحترفين. طبعا كانت تجربة رائعة ومميزة، حيث أن الفريق قدم مستويات رائعة جدا في دوري المحترفين وحصل على المركز السادس ب 28 نقطة خلال الموسم السابق. إن نلعب في أبناء النادي هذا الإشي كان مميز جدا. صحيح في البداية كان صعب أو كان مغامرة، لكن إحنا ثقتنا بنفسنا، أعطينا اللاعبين ثقة، الجهاز الفني كامل، الإدارة أعطتنا ثقة، بالتالي كانت مغامرة خلينا نحكي محسوبة. لكن في ظل التعزيزات للفرق الثانية في كان هاجس شوي، في كان صعوب شوي، لكن تجاوزناها. وأنا يعني شخصيا يعني والجهاز الفني متوقع أنه كان أو من نعتقد أو منأكد أنه كان موسم ممتاز ورائع أنك تحصل على مركز سادس في أبناء النادي بدون أي لاعب تعزيز أو لاعب تعزيز واحد، فهذا الشيء كان إنجاز. وطبعا أكيد لو حكينا بدها وقت يعني بدها أشياء كثيرة نحكي فيها، ولكن الإمكانيات لو نحكي عن الإمكانيات المادية المصروفات المادية هاي إذا بدنا نجيب لاعبين من خارج المحافظة أو لاعبين تعزيز بتكون عبء كبير على كاهل الإدارة، لكن احنا أخذنا على عاتقنا هذا الفريق. نعم. عززنا الثقة في اللاعبين وفي الفريق كمجموعة وقدمنا مستوى رائع وطيب خلال الدوري. أيضا ربما يعني بذكرك لبعض ما واجهتموه من مشاكل أو ربما على وجه التحديد الجانب المالي، نتمنى أن يتم تذليل مثل هذه المشاكل التي تواجهكم أنت على مستوى شخصي وكابتن مساعد أيضا مدير فني في ثقافة طول كرم. أبرز هذه الإشكاليات التي واجهتك خلال توليك هذه المهام للعنابي؟ طبعا هي المشاكل بتواجه مش بالنادي الثقافي، خلينا نحكي بتواجه كل الأندية في الضفة الغربية، نتيجة انه يعني
الاتحاد شوي موقف الدعم كان خلال الفترة السابقة، خلال فترة السنوات السابقة اللي كان فيها كورونا، فبالتالي احنا يعني قررنا نعتمد على ابناء النادي. ابناء النادي التكلفة المالية بتكون اقل من لاعبين التعزيز، ولكن يعني خلينا نقول بتعطي امال كبيرة، بتعطي انه يكون الفريق دائما جاهز، الفريق دائما متواجد، الفريق دائما بتدرب بشكل يومي، حاضر بشكل يومي. المشاكل طبعا اكيد في مشاكل مالية موجودة دائما، سواء كان في لاعبين تعزيز او من ابناء النادي، بنحاول احنا كجهاز فني انه نتدخل ونحلها، ودائما الإدارة بتساعدنا في هاي المشاكل. نعم. المشاكل انه يعني ابرزها انه اللاعب ما باخذ استحقاقه الشهري خلال يعني خلينا نقول كل شهر، يعني ممكن انه خلال 40 يوم، ممكن انه خلال شهرين ياخذ مستحقاته الماليه. نعم. نتيجه لانه الدعم المالي خلينا نحكي من الاتحاد او من الجهات او المؤسسات الرسميه في المحافظه، الدعم ما كان بالشكل المطلوب خلينا نحكي. طيب أيضا إذا أردنا أن نسأل ونستفسر فيما يتعلق، وتم استدعاء ضمن 15 لاعبا ضمن قائمة من الضفة لتمثيل المنتخب الأولمبي من خلال المعسكر الداخلي للتحضير للقاء ودي على أرض فلسطين، ملعب الخضر ضد الأشقاء منتخب الأردن الأولمبي. توقعاتك لهذا اللقاء؟ أول شيء هو هذا نتاج العمل الكبير اللي بيكون فيه الثقافة، إنه يعتمد على أبناء النادي. تم استدعاء 3 لاعبين اللي هم طيب زبن اللي هو حارس مرمى، كان الحارس البديل، أشركنا في 8 مباريات خلال الدوري وقدم مستويات رائعة جدا، فلذلك تم استدعائه. اللاعب الثاني يزن الشرحة اللي هو لاعب مدافع ومقاتل، شارك في أكثر من 3 أو 4 مراكز في خط الدفاع، وبالتالي تم استدعائه. واللاعب الثالث اللي هو قيس طه، لاعب خلينا نحكي لاعب وسط الميدان، بلعب في أكثر من مركز وخدمنا في أكثر من مركز، والثلاث لاعبين قدموا مستويات رائعة جدا خلال الدوري، بذلك تم استدعائهم للمنتخب الأولمبي. هذا كله زي ما حكينا نتاج العمل الجماعي للمنظومة كاملة في ثقافة الكرم والاعتماد على أبناء النادي ورفض المنتخبات الوطنية. أعتقد بأن منتخبنا الآن معسكر للتحضير لمباراة المنتخب صحيح الأوروبي حتى يوم الخميس. نعم حتى يوم الخميس. في ذكرى النكبة ستكون هناك مباراة على ملعب الخضر. المنتخب يعني احنا تواصلنا معهم، بيبذلوا مجهودات رائعة جدا، تمرينات صباحية وتمرينات مسائية، وبعمل فترة اعداد كويسة جدا. هاي المباراة راح تكون لذكرى النكبة، وكمان تحضير لبطولة غرب آسيا. بطولة غرب آسيا راح تكون في العراق في شهر حزيران. نعم نتمنى لهم. نعم. اعتقد انه المنتخب سيقدم ان شاء الله مستوى رائع ومستوى طيب، ولاعبين ابناء الثقافة ولاعبين المنتخب كله راح يكون ان شاء الله عند الثقة اللي أعطاهم إياها المنتخب والفريق والكباتن. وبهذه النفسية بالتأكيد التي وهذا النفس الذي تتحدث خلالها كابتن محمود مطيب بهذه الرسالة، بتقول كل الاحترام للكابتن محمود رغم من أروع المدربين، عنده ثقة بنفسه وهذه الثقة انعكست على لاعبيه. إلى الأمام كابتن، وكل التوفيق لك ولكل بالتأكيد اللاعبين في العنابي. إجمالا أشكرك جزيل الشكر كابتن محمود درغمة، ودمت بهذا النفس المعطاء دائما وأبدا. ونواصل مع حضراتكم من الصباحات. منتصر العناني يسعد صباحك بكل الخير. عمر بلعاوي صباح.